قصة نضال وكفاح بدأت من ملعقة. في نفق مظلم ضاء لهم درب الانتصار، واليوم أضحوا أيقونة فلسطينية تجسدت شموخا وإباء وطنيا. ستة أسرى تحرروا من سجن جلبوع فجر الاثنين المنصرم، واليوم يواجهون اعتقال الاحتلال من جديد بعزيمة فلسطينية، حيث اعتقال يعقوب قادري ومحمود عارضة مساء الجمعة، يليه اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد عارضة فجر السبت. المشهد قاسم لكنه بطولي بامتياز. ليلة ساخنة في فلسطين المحتلة أمام مشاهد بطولية تعانق الشموخ الفلسطيني. لحظة اعتقال أبطال حفروا نفق الحرية على أوتار فلسطين. من فلسطين الأسرى هم أرض خصبة للجهاد، وأبطال نفق الحرية بالرغم من اعتقالهم لكنهم أحرار بوطنيتهم لم يهزموا. فلا نامت أعين الجبناء، وسجل يا تاريخ ما كتبه الفلسطينيون بكفاحهم.